أنت قلت إنه الخروج من الأزمة هو بالحسم، طب في عنا شيء آخر؟ الحسم السياسي الإصلاح والحسم الأمني العسكري، رابط الأمرين ببعضهم أنا، رابط الأمني، وهي أنا موقفي من 15 آذار حتى هذه اللحظة ما بغير الموقف. الحسم العسكري الأمني السريع، لأنه في ضربة واحدة مع 20 ضربة، أنا بضرب ضربة واحدة مو 20 ضربة، ضربة واحدة. والإصلاح السياسي ذات الديمومة ذات الاستمرارية الشامل، الإصلاح الشامل أنا مع هذا الموضوع. غير هيك دوليا هلا دوليا عم تفتح علينا قصص يعني من اشكال هلا دوليا أو. انت كل ما اطلت الازمه، كل ما اطلت الازمه الضغوط الدوليه زادت عليك. بعدين انا قلت لك ضربه واحده، شو عن ضربه واحده؟ يعني انا اذا بدي اضرب ضربات عديده في ازمنه مختلفه الضغوط مستمره. بعدين العالم لا يحترم الا الرجل القوي.